كنعمل ملي كيكون ان ريسك مثلا انا في الفصل ديال السياره خصك تعمل كاحتياط مثلا حنا ما عندناش راديو باش نتاكد واش عنده ولا ما عندوش كتحملوا راسو كتحملوا الراس ديالو خاصك انا نشوف لاطو كنعملوا به التنفس الاصطناعي كنضربوا على ديك الجرح اللي كتعاودوا هذا المعدات هذه اللي كنخدموا بها حنا في السياره ديال الاسعاف هذا كيتسمى ماسك دو بوش ماسك دو بوش هذا كنعملوا به التنفس الاصطناعي ايوا دا نعملو فم لي فم مباشره واش واش ديريكت هذا كنعملو الضحيه كننفخو حنا هنايا ما كتعرفش اي واش مريض واش هذا يقدر يسعى لي مونطور الاكسجين مثلا كنجيب الاكسجين كنعمل كنبرونشيها وكنفخ امبريسيون باش كيوصل له ديك الليير اللي كنعطيو كيكون غيش الاكسجين هادي عندي بوتي الاكسجين السيفلاتور اكسيتيرا هذا سكوب انا عاود كاين ذهب كاين وقف كتلعب جوج الادوار انا النقري من ذهب تنضم لينا تسد فئه ديال النساء باش كيحافظ على لاشالور ديالو الشالور ديالو خصنا نعملو هاد اللون الذهبي تنضم لينا هاد البروده كنعملو العكس شوف 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 هذا كيتسمى الديفيبرياتور سميتو الديفيبرياتور انا جهاز اثناء مثلا التوقف ديال القلب كيقوم بعمليه ديال تنشيط القلب اعاده النبضات اكارتيفي بحال داك لو شوك الكتريك اللي كيعطيه لا دابا خصني بعد الضحيه كيعطيني باش نعمل اون شوك ابيي سور لو بوتون كلينوتون شوك Choc 1, délivré. Vous pouvez toucher le patient. Ventilation artificielle, deux insufflations, 30 massages cardiaques. Deux juges de tétanos, 30 détecteurs. La position de l'idée, jusqu'à ce coup. Choc, vous savez, vous savez. Continuez pendant 10 minutes. هادي اللي كتسمعوا له بوش ا بوش الفم ديالي خصني نبلاكيه مع الفم ديال الضحيه اه ها كنعمل ديزاين شي فراسي كنجي لهنا كنعمل 30 متر شوف لا بوزيسيون ديال اليدين شوف شوف شحال من 30 30 2 انسيفلاسيون 30 2 انسيفلاسيون وكنبالبي لو بو ودا استرجاع النبض ديالو الا استرجع النبض صافي ديال وقف التدليك ديال القلب باش ما داك كيتعلم كيتعلم